أطلقت الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في 12 من مارس 2018 خلال مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور سالم الرزيقي الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات. بدأ التسجيل في المسابقة بتاريخ 10 أبريل واستمر إلى تاريخ 9 أغسطس. بلغ عدد المشاريع المشاركة هذا العام 64 مشروعاً بمشاركة 42 جهة في جميع فئات المسابقة، 73% من إجمالي المشاركات للمؤسسات الحكومية، و14% للقطاع الخاص، و13% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. شهدت هذه الدورة زيادة إيجابية بنسبة 8% في إجمالي مشاركات الشركات الصغيرة والمتوسطة. هذه السنة ستتنافس 26 مؤسسة حكومية على الجائزة، 9 متنافسين على جائزة أفضل خدمة حكومية إلكترونية مقدمة للجمهور، 8 متنافسين على جائزة أفضل خدمة حكومية إلكترونية داعمة لقطاع الأعمال، 5 متنافسين على جائزة أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية، 4 متنافسين على جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الحكومي، 9 متنافسين على جائزة أفضل مشروع حكومي تكاملي، 6 متنافسين على جائزة أفضل جهة حكومية منجزة للتحول الإلكتروني، 6 متنافسين على جائزة أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة. أما عن القطاع الخاص فقد شاركت 16 شركة، 8 منها شركات في القطاع الخاص و8 شركات في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 5 متنافسين على جائزة أفضل خدمة إلكترونية في القطاع الخاص، 4 متنافسين على جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في القطاع الخاص، وستتنافس 8 شركات على أفضل خدمة إلكترونية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الرابع من ديسمبر موعد حفل توزيع الجوائز. من سيكون الفائز؟